الحياة أحلام حلوة وإحنا اللي فيها مش حلوين. قولي كيف يا حبيبي؟ حلوة وإحنا اللي فيها مش عايشين. مش حلوة وما أتقل دمها وما بتخلص أبداً مشاكلها. لا حلوة لو بس نفهمها وأصلاً حلاوتها بمشاكلها. إحنا بس شاطرين نتشاطر إلا على بعض. عارف انت مع مين بتحكي؟ روح لمسح فيك الأرض. اسمع منك الهوس ما بدي أسمع غير بس. الحياة حلوة بس نفهمها. الحياة يا حبيبي تتألم. ليش عم بتصعبها سهلة؟ فكر على ربك وتبسم. ما تصدق وش بينقلك. اوعك يوم تصدق كذبك. حلو الدنيا بس لو تضحك. والأحلى سمعني حبك. اسمع منك الهوس ما بدي أسمع غير بس. الحياة حلوة بس الرحيم. شو موقفك فوق التخت هيك؟ ها اعطيني مي يا جابر، مش قادرة اخذ نفس. سيبتي ركبي، قطعتي خلفي يا مرة. انت شو موقفك فوق التخت بهالعتمة؟ ها اسكت يا جابر. حلمة حلم. كابوس 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 مش بعقل. كابوس شو هذا اللي خلاكي بتقومي وتوقفي على حالك؟ أنا أول مرة بشوف حدا بقوم من الكابوس وبوقف على حاله. خير اللهم اجعله خير. أفاعي أفاعي ما بينعدوا يا جابر. كانوا بسرقوا ومنحوا على سريرنا وإحنا نايمين. كنا نايمين 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 وصحيت من النوم ولقيتهم قدامنا بنطنطوا. طيب كيف صحيتي وأنت بالحلم قبل ما تصحي؟ ركز معي يا جابر، ركز معي مشان انا مش قادرة اخذ نفس. انا صحيت من النوم ولقيتهم بنطنطوا. صحيت من الحلم قبل ما اصحى من النوم. صعبة هاي يا بنت الحلال. كيف بدك اياني اركز بعد هالمنظر المرعب اللي شفته؟ سيبت ركبي يا زينة، سيبت ركبي. افعل بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين معك ايه؟ ولك شو بالك؟ اهدي. انت هون يا جمال؟ ايه؟ لا هناك. شو يما اذا 100 كيلو اللي حامله مش شايفتيني، كيف بدك تشوفي ابنك خالد؟ يا ماما انا قصدي شو بتعمل هون؟ بستنى باص المؤسسة.
يا حبيبي ليش ما رحت مع اخوك خالد على الشغل؟ صار لي ساعة بستنى وحضرة جنب وما شرف. يعني هلا خالد لساته بغرفته؟ هيو حضرة جنب وشرف. صباح الخير. صباح النور على النور على الشجرة على العصفور. خالد ليش تأخرت على الشغل اليوم يا ماما؟ ما قالك بالعادة تسويها؟ على أساس إنه الناس طوابير طوابير على باب المكتب. يما لا في بيع ولا في شراء، خليني ساكت أحسن. يا أخوي ليش هيك أنت هيك متشائم؟ يا أخي اتفائل، احكي الحمد لله، وعلى رأي المثل شو بقول، خبي قرشك الأبيض والعشر على الشجرة. قصدك عصفور بالإيد ليومك الأسود. وبعدين معكم أنتوا الاثنين جلطوني، مش فاهم عليكم إشي، خلطتوا الشرق بالغرب. شو في؟ من هالحال اللي احنا فيه. على هيك معك حق. يا جماعة انتو ايش صاير فيكم؟ هيك نسمة هوا بتوقعكم؟ احكوا الحمد لله وبعدين على رأي المثل شو بقول؟ بقول المثل الباب اللي بفوت منه الريح ودينا النجار للتصليح. خالد بتاخد اخوك من قدامي احسن ما اخده بنفسي على التصليح. يما شو قصدك انه انا خربان؟ انا خربان يعني؟ لا لا يا حبيبي انت مش خربان، اكسبايرد. يما يعني مش لهالدرجة المدح يما. ايه خالد خد جمال من قدامي احسن ما يجلطني على هالصبح ارجوك. يلا يلا امشي قدامي. يلا وراي. يلا بسرعة. يلا بخاطرك يما. الله معكم يا حبايبي. الله معكم. صحة ماما؟ شو مالك انجنيتي؟ يا ماما يعني اللي بتكون مبسوطة وبترقص يعني بتكون مجنونة. يا سحر في بنت عاقلة بترقص بدون موسيقى؟ يا ماما أنا حاطة هيدسيت وعم بسمع أغاني. وليش أنتي فرحانة؟ على هالحياة اللي عايشينها؟ ما في حوالينا غير الموت والدمار والقتل والانتحار والفقر والذل والتعتير. كملي كملي احكي عن مشاكل طبقة الأوزون والتسونامي والكوارث الطبيعية والحروب كمان كملي. يا حسرة قلبي شو عم بصير فينا بهالبلد. يا ماما يا حبيبتي لازم تتفائلي وتشوفي النص المليان من الكاسة عشان تحبي الحياة وتعرفي تعيشيها. بالله وهذا وين بيبيعوه هذا التفاؤل اللي بتحكي عنه؟ خليني جيب لي كيلو بركي بينفعني. وبالمرة إذا عاملين تنزيلات بجيب لي شوال وبحطه بالفريزر. وبتتمسخري كمان يا ماما. يا حبيبتي إذا بتدوري على الخير بتلاقي، مش بيقولوا تفائلوا بالخير تجدوه؟ بالله يا أخ بلاد هذه هي الأسعار اللي عندي. بتحب تبيع أهلا وسهلا، ما بتحب تبيع في 100 مكتب عقاري غيرنا. يا أخي بقول لك هذا اللي عندي، أنت ليش بتناقشني؟ مع السلامة. المصلحة صارت كلها قرف بقرف. يا صباح يا صباح يا فتاح يا صب يا صباح يا فتاح يا زطط، مالك يا أخوي معصب على الصبح؟ شو في؟ إشي بقرف فوق السوق ما هو واقف. بيجي بقول لي لا انعرض علي أسعار أحسن. يا أخي ما دام انعرض عليك سعر أحسن ليش جاي لعندي؟ يا أخوي روك وهذا يا أخوي هسا بعمل لك أحلى فنجانين قهوة وبتقعد وبتروق وبتصحصح. بس قبل ما تعمل فنجان قهوة مشط لي شعراتك هذول اللي نازلات على عيونك. لا يا أخوي يلا روح يلا. استعجل لي بالقهوة. خبريني يا سحر شو سر السعادة اللي خلتك ترقصي على أنغامها؟ بصراحة مبسوطة كتير كتير من زوزو حبيبي. زوزو حبيبي؟ اعدلي لي حالك كويس يا بنت وشدي لي براغي حنكك. اسمعي هاي أول مرة وآخر مرة بسمع منك هاي الكلمة زوزو حبيبي. وشو فيها إذا دلعت جوزي وقلت له حبيبي؟ لا البنت هسترد بالمرة. جوزك مين يا بنت الهبلة؟ لما يصير جوزك انقعي بالبانيو واشربي ميته، ما صحيح بنات آخر زمن. يا ماما أنا شو حكيت؟ بعدين يكون بعلمك أنا ولا إشي بالنسبة لغيري. شو نسيتي فيروز شو عملت يوم عرسها؟ أوعك أرجوكي ما تجيبي سيرتها. ليش هي كانت عروس؟ كانت نجوى فؤاد، كانت فيفي عبده. تقولي مش مصدقة وإنها تجوزت، يخرب بيتها على العمايل اللي عملتها. يا ماما أنت مفكرة جيلنا زي جيلكم؟ أعوذ بالله من جيلكم، شو جابنا إلكم؟ يوم اتجوزت ما تحركت عن اللوج، عيني ما ارتفعت عن الأرض من الخجل. دشرينا من هالسير اللي بتسم البدن. حاضر حاضر. المهم قوليلي انتي ليش مبسوطة من يزن؟
على اللي عمله، خلى ابو حنان يقرا الفاتحه مع بابا بعد ما كان رح يرفض خالد بعد سوء التفاهم اللي صار. على هيك معك حق. بس على الله ينفع حاله. ينفع حاله بشو؟ بشو يعني؟ يتجوز حضرتك يا ماما. زواج شو؟ احنا لسه طلاب جامعه يا بنتي. ما هون مربط الفرس، هون مربط الفرس. مش النية انه يخلص جامعة ويتخرج ويتجوزك يا فهيمة؟ وانت من وين جبتي لي فهيمة؟ حدا بيبدل غزلانه بقرود؟ شو جاب سحر لفهيمة؟ يا عيبي شو عليكي؟ صحيح انك ما بتستحي، ولكن انت نسيتي انه ستك اسمها فهيمة؟ صح نسيت، اسفة اسفة. خلينا نرجع لموضوعنا. إذا كان عشان دراسة يزن ما تحكي لهم، رح يتخرج وقبل موعده كمان. مع إني مش متفائلة. يا ماما رجعنا للتشاؤم. مالك يا أخوي؟ تفائل، يعني ضروري تضلك حاط عبد الجبار بين حواجبك؟ يعني أضحك وأتفائل والوضع زي الزفت. وبعدين مين عبد الجبار؟ أنت ما بتعرف عبد الجبار؟ لا ولا أنا. حضرتك بتنكت يعني يا أخوي، يعني أنا قلت هيك أمزح معك عشان تهدى وتروق. ولا كيف بدي أروق وأهدى والوضع من سيء لأسوأ. ها رجعت حطيت عبد الجابر بين حواجبك. عبد الجابر مين؟ أخوه لا عبد الجبار. لا ناقصتك أنت كمان يا أخوي. يا حبيبي يعني نظرتك تصيح من هون لبكرة الصبح رح يتغير الوضع؟ طبعا لا، على الأقل خلينا نضحك ونتفائل. قصدك نضحك على حالنا؟ إيه. وشو يعني؟ لو كان الضحك على حالنا بخلينا مبسوطين، ليش لا؟ على الأقل منظل أحسن من غيرنا. وغيرنا أحسن منا، ولا أنت ناسيها هاي؟ لا مش ناسيها، ولا بتحب أذكرك؟ خلي الطابق مستور. شو يعني؟ قصدي عن خطبتك لحنان وتجهيز الاستعداد للزواج إلها. ولك شو جاب سيرة حنان في الموضوع؟ مش أبوي كان بده يزوجني قبلك؟ طيب هياتك راح تتزوج قبلي، وما قلت زي ما أنت بتقول في حدا أحسن منا. يعني هيك الموضوع. انا يا اخوي يعني بقول لك هذا الحكي لا سمح الله، ما تفكر انه انا يعني زعلان او متضايق، لا والله مبسوط لك قد الدنيا وفرحان لك، بس قاعد بقول لك هذا الحكي عشان تشوف النعمه اللي انت فيها وتقول الحمد لله. الحمد لله دائما وابدا، بس اذا ظل الوضع على هالموال لا راح اتجوز ولا راح اتنيه. علي هذا الحكي يا خوخه، ما انت مدكن قرشين تحت البلاطه. انا لا مش زي ما انت بتفكر. على فكره وانا قاعد بمسح بالمكتب لقيت كشف حسابك بالبنك مره ثانيه، ما تنساه. لعاد هيك الموضوع. يعني ما تفهمنيش غلط يا اخوي، يعني وانا قاعد بمسحها، بس انا قاعد بقول لك كل هذا الحكي عشان تعرف النعمه اللي انت عايش فيها يا اخوي وتقول الحمد لله دائما وابدا. يعني يا اخوي يا اخي تبسمك في وجه اخيك صدقه يا اخي. ابتسم ابتسم يا اخوي. ايوه وزع. وعليكم السلام ورحمة الله. شكلك ما بيطمئن يا أبو خالد. الرجال لساته بغيبوبة، وحسب كلام الدكاترة وضعه ميؤوس منه. الله يرأف بحالته، والله يكون بعون أم سلام أولادها على هالمصيبة اللي وقعت عليهم فجأة. الحادث اللي صار له مش قليل يا زينب، الله يلطف فيه. هو اللي دعسه، كانت نعمية قماره لحتى ضربه بالسيارة هيك. هو كله من النسوان. بالله وشو دخل النسوان؟ ما هي مرته المحترمة كانت عملت له مشكلة للسماء، طلع قصاء السيارة وهو معصب ودعس أبو سلام. الله يلطف فيه. أيوة أيوة، بهي كمان بدكم تجيبوا الحق علينا؟ أنتوا بتعملوا عملتكم رجال وبالآخر بتقولوا النسوان السبب. اسمعي، كل هالبلاوي من تحت رأسكم. شكلك حابب تنام حد صاحبك بالمستشفى يا جابر. زينب حبيبي لك ما مزح معك يا زلمة، خفف عنك شوي يا بنت الحلال. شو بدك تخففي لا تخففي، الرجال بين الموت والحياة. معك حق، بس الأمل بالله كبير. ونعم بالله في هاي معك حق يا زينب، ولازم نضلنا متفائلين. صحيح كلامك صحيح، تفاءل. الحمد لله.
إز حلوة. قولي نفهمها.